تحتفظ الورشة إلى تزويد هذه المجالس بالمبادئ المهمة للقيام بعملها، كما تساعد هذه الورشة وتساهم بمساعدة هذه المجالس على حل المشاكل التي تواجهها كمجالس معنية بأمور المواطنين في المناطق المحررة. التغيير الحاصل اللي راح نستفيد منه لو فعلا طبقناها بالشكل السليم. معظم المجالس يعني في عند عقبات لتطبيقها، فلابد يعني من تنسيق وفق هاي المعلومات اللي اخذناها نحن لنوصل لطريقه فعلا سلميه بتطبيق هاي يعني المعايير اللي فعلا راح تساهم بمشاركه الناس معنا وانتاج اكبر المجالس المحليه بمحافظه حماه.